عربي يتقلب هو انت. انت كيفاش؟ كل هذا الحوار كنخدمو بكا وكا وكنديرو هكا دابا سولني وانا نجاوب. سولني المعلم. يعني عندك نمشي ديك العريه هاي جن عندنا هذا عربي كذا يمس عليك عليك. إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر هنا من مدينة الناظور. طبعا كنشوف الإقبال الكبير اللي كيكون على الشباكية والحلويات وأيضا البريوات ديال الكاوكاو واللوز. إذا احنا غادي نقربوكم أكثر كيفاش كتصايب البريوات ديال الكاوكاو والفقاس. طبعا هنا السلام عليكم. وعليكم السلام. اش ممكن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اخي طبعا اللي تحضير البريوات هادو ديال الكاوكاو. كاوكاو مطحون، مطحن بالسكر والورقة، كيتنقلوا في المقلة وكيتقدموا وكيتعسلوا ويتقدموا للاخوان. هادشي اللي كاين. نعم البريوات هما هادو اللي هضرنا عليهم. ايوه بالنسبه للفقاس. بالنسبه للفقاس حين كاين الفقاس ديال اللوز، كاين الفقاس ديال الكاوكاو، جوج ديال الاشكال كاين فقاس اللوز وفقاس كيف وكيف. هذا هي الاخت الصانعه اللي كتصوب الحلويات هي تقول لك الم... الاخت عائشه كنت حضري لنا كيفاش كيتصاوب الحلويات. الحلويات واش ديال اللوز ولا ديال القص؟ هاد الحلويات ديال الكاوكاو، كاين هادي ديال التمر مانتيكا كتصاوب الغريبيه، وهذه حلوه ديال الكاوكاو غريبه ديال الكاوكاو. هذه عن التغريبة هي ديال الكاوكاو كتمشى ببودر الشكلاط. وهذا عاوتاني عاوتاني حلوة ديال الكاوكاو. وهنا عاوت نفس الديكور هنا الحمد لله كنوجدوا دابا الاقبال ديال العيد الفطر ان شاء الله. هذه بالطحين والزبدة والزيت والسكر. هذه التمر. التمر الصبلي التمر بحال الصبلي، عجينه ديال الصبلي بحال بحال. هذه الكاوكاو. واه هذه كاوكاو. كاوكاو مطحون وكاوكاو هاشي. هذه عند نفس الديكور عند كاوكاو الابيض مطحون عاوتاني ولاباط. هادي حتى هي كاوكاو صابلي كتصوب بحال بحال الكيشه صغيره وعامر بالكاوكاو. حتى هادي عاوتاني كاوكاو. اهلا مليح لاباس. الله يحفظك. الله ينورك بارك الله فيك. عندهم شويه الكاليتي اختي سهام مرحبا بك. الناس بالبلاحه الكاليتي ما كاينش تخرجيش. لا 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 الله يحفظك. إذا شوفوا غادي تتابعوا معنا الآن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في طريقة باش كتصايب الكاوكاو ديال البريوات والفقاقس وإلى غير ذلك وجميع أنواع الحلويات في هذا المحل هذا. يعني كنعرفوا مع اقتراب عيد الفطر يعني خص الحلويات تكون موجودة. طبعا حنا كنعرفوا الإقبال اللي كيكون على الحلويات خلال المناسبات ديال رمضان، عيد الفطر، عيد الاضحى او المناسبات الخاصه طبعا مثل يعني شي عيد ميلاد او شي خطوبه او شي عرس والى غير ذلك. اذا انتم هاد الاخت هذه يعني الطريقه باش كتصايب
البريوات ديال الكاوكاو هي مع الماء ديال بصح هذه يعني مرة وقادة كما بغينا نقولوا. الله يعطيك الصحة. هانتوما على هكا لا البريوات هما هادو البريوات هما هادو طبعا البريوات الناس بالنسبة للناس اللي كيسولوا على البريوات راه هما هادو هاي الطريقة باش كتصايب هي ديال الكاوكاو هاهي محمد ياك وكل عام وانتم بخير شكرا شكرا زيد زيد هو الله يحفظك إذن طريقة متتبعينا باش كتصايب بريوات وفقاس ومجموعة الحلويات أخرى إذن هذه البريوات غادي نعاودو نشوفوا كيفاش كتصايب وشنو كيكون فيها الداخل تبع المتتبعين طبعا هذا المحل هذا جاي في شارع الجيش الملكي الناس اللي كيسولوا على فين جا في شارع الجيش الملكي بالنسبه للاخت ساره الريفيه راه جا في شارع الجيش الملكي بالضبط شارع الجيش الملكي اوي
إذن هذه هي الطريقة متتبعينا باش كتصايب البريوات جميع الأنواع والأشكال ديال الحلويات، فقاس، البريوات ديال اللوز، ديال الكاوكاو، ديال الحلويات ديال التمر طبعا وإلى غير ذلك. Thank you.